الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الإخوة المتابعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كشف الفرق المخالفة. واليوم حلقتنا بعنوان تحريف الإنجيل في ضمن الحديث عن أباطيل وضلالات فرقة النصارى. نرحب بالشيخ مزمل ونبدأ سؤالنا الأول. ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمن إنه يؤمن بالكتب السماوية ومنها الإنجيل، وحلقتنا اليوم بتتكلم عن مسألة تحريف الإنجيل. فكيف يقدر يفرق المسلم ما بين إيمانه بالكتاب من عند الله سبحانه وتعالى وما بين إنه الكتاب الموجود بين أيدينا محرف؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن نؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم إلى الأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك أمرنا أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلت على هذه الرسل، نعم، من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، نؤمن بها إيمانا قاطعا بأن الله أنزلها من عنده، نعم، على هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء. لكن نؤمن كذلك أن هذه الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور قد حرفت أيضا، هذا أيضا نؤمن به، نعم، لأن في القرآن أثبت الله سبحانه وتعالى لنا بأن تلك الكتب حرفت، نعم، قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى لأنه لما تجيب الآية الأولى دي من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، القساوسة بيقول لك يا أخي التوراة تحت اليهود حقتنا ما محرفة، أيوة، فربنا جمعهم الاثنين، نعم، في آية البقرة ربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم هذا عن اليهود والنصارى، نعم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. فنحن نؤمن. طيب يا شيخ مزمل، الحكمة شنو يعني من مسألة يعني تحريف إن الكتب دي حرفت؟ الحكمة الشيخ ابن عثيمين قال ربنا سبحانه وتعالى ما تكفل بحفظها للحكمة الآتية، قال ليعلم الناس حاجتهم إلى الرسل، نعم، قال دي الحكمة، نعم، قال لأن الرسول بيجي عشان يبين تحريف الأمة القبلية للكتاب الذي أنزل قبله، آه، فلتعلم هذه الأمم حاجتهم إلى هؤلاء الأنبياء والرسل، وليعلم الناس حاجتهم إلى القرآن، لأن ربنا قال عن القرآن بالنسبة للكتب القبلية وقال ومهيمنا عليه، فعشان الناس يعرفوا أن القرآن فعلا هيمن على باقي الكتب وباقي الشرائع التي أنزلت قبله، والشرائع اللي قبله كانت خاصة، نعم، خاصة، ويعلم الناس إن القرآن هو الوحيد الذي لا يستغنى عنه. فلذلك يعني المسلم يجمع بين الأمرين إنه الكتب دي نحن مأمورين بالإيمان بها، يعني على وضع اللي ربنا أنزله، نعم، على وضع اللي ربنا أنزله، نعم. أما الآن دي نحن مأمورين برضو إنه نؤمن إنها محرفة، نعم. طيب في أدلة يعني أوضح تاني في كده في مسألة إنه الكتب دي حرفت، إذا كان يعني أدلة منصوص عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تدل على إنه الكتب دي كتب محرفة؟
كثيرة الآية ذكرناها وإضافة إليها ربنا قال فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يكتمون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فهم يعلموا إنه ده كلام الله رغم ذلك يحرفوا نعم ويعلموا الحق رغم ذلك يحرفوا وآيات كثيرة. طيب كيف الكتب دي تحرف يا شيخ مزمل وهي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى؟ هي منزلة من عند الله كيف تحرف؟ هي منزلت من عند الله سبحانه وتعالى لوقت معين وكل كتاب أنزل على نبي وهذا النبي أرسل لأمة معينة حتى رسالة النبي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمة معينة ما تتعداها للأمة الثانية ورسولا إلى بني إسرائيل كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل فأدت غرضه يبقى ثاني ما في حاجة لحفظها وبقائها كما كانت هي محرفة هم متمسكين بها وعارفينها محرفة فكيف لو كانت بقيت كان التمسك بها حيكون أكثر وثم إنه الناس أصلا حرفوها برضو لأسباب لأنه كان في بعضها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فلو خلوا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لآمن أقوامهم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فغيروا هذه الأشياء لكي لا يؤمن حقدا وحسدا كما طيب قال وين مشى الإنجيل الحقيقي الما محرف الآن الموجودة النسخة القدامك دي زي ما نحن حنشوف إنها محرفة طيب وين الإنجيل الحقيقي الإنجيل الحقيقي اختفى لأنه محرفه أصلا وفي إنجيل يعني هو فيه أكثر الحقائق وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. اسمه إنجيل برنابا وللأسف الكنيسة الإنجيلية البروتستانت اللي هم أصحاب النسخة دي النسخة دي فديل طبعوه أنا شفته في مكتبة لوغوس في بحري طبعوا برنابا لكن كاتبين هنا الإنجيل المزيف عنوانه كده ما مكتوب على الكتاب المقدس مكتوب على المزيف المزيف عشان يوهي مناسب ليه لأنه فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا ما سلم من التحريف لكن بس لسه ذكر محمد فيه باقي فهم عشان أتباعهم بدوا يتداولوه كان في بداية علمهم به إنه محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الإنجيل برنابا وبقى يشيلوه وبقى يشتروه وبقى يؤمنوا به فطوالي كتبوا الإنجيل المزيف وغيروا فيه بعض الأشياء والكنيسة نفسها تبنت طباعته لكن سموه المزيف ده كله ده ريوثي ومادة طيب الكتب دي يعني هي إسنادة متصل لحد عيسى بن مريم لا ما عنده إسنادي أصلا الكتاب ده ما في سفر ولا إصحاح ولا عدد أو آية هنا ده عنده إسناد متصل إلى عيسى بل الأناجيل هي متى ولوقا ومرقس ويوحنا ومرقس ويوحنا إنجيل لوقا ده أصلا ما عاصر المسيح أصلا ولا شافه ولا المسيح شافه كمثال مرقس ده جاءت في النسخة حقت الكاثوليك اللي هي الكنيسة الرومانية حقت الكاثوليك أيوة في نسخة الكاثوليك بيكتبوا مقدمة قبل كل سفر وقبل كل إنجيل يعني بدوك خلاصة ما في السفر أو في الإنجيل أو في كده فكتبوا قبل إنجيل مرقس خلاصة علماء الكتاب المقدس عندهم ودل العلماء المعتبرين عندهم كتبوا في مقدمة إنجيل مرقس هذا المؤلف اللي هو مرقس ده الذي نجهل اسمه يعني باقي اسمه ونجهل عصره ونجهل المكان الذي عاش فيه قالوا ده هو ما عارف انه جه من وين ولهم نزهات ومرقز ده طب الكتاب ده للدرام ووضع لهم انجيل كامل قالوا ده الله نزله تخيل وكان منزل على عيسى والزول الكتب وقال احنا ما نعرف هم قالوا احنا ده العلماء بتاعينهم قالوا ما نعرف فدي الناس غريبين جدا كلام عجيب طيب هو مما يخط له مقدمة في الأول واعتذارات ده مما يدل على إنه في غصور جوا يعني الشيء اللي إحنا بنعرفه في البحث العلمي أنت بتكتب المقدمة بتبين فيها أوجه الغصور النقص اللي فيه بخلاف يعني سبحان الله عندك في القرآن القرآن يبدأ بالتحدي ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني ما في اعتذار ما في يعني بيان ضعف كده يبدأ بالتحدي صحيح وشوف برضو مما يعني في النقطة دي إضافة في سفرين اسمه نشيد الأنشاد وفي نسخة عندهم الأناشيد نشيد الأناشيد برضو العلماء تاع الكتاب المقدس كاتبين مقدمة قبل ما تقرأ السفر ده أيوة قال لك هذا السفر لا يقرأه إلا القليل من المؤمنين لأنه قال لا يناسبهم كثيرا لأنه فيه قلة أدب ما بيناسب المؤمنين ذاته المؤمنين ذاته المفروض هم يعني يذهبوا إلى الحياة الأبدية عندهم يعني زي الجنة فديل قالوا ما بيناسبه
سفري كامل. سفري كامل. قال ده ما كله كلام سيء. على إنه كلام يعني سيء سوء عجيب جدا زي ما حنبين مع شو. كلام عجيب. طيب يا شيخ مزمل. الآن بالفهم البسيط أنا لما أقول يعني الكتاب ده محرف. أول معلومة بتتبادر لذهني إنه أنت بتقول محرف تفترض يكون عندك النسخة الأصلية. فكيف أنت يعني هو صح دي الحجة اللي هم بيجيبوها. أنت تفضلت دكتور جبت حجتهم هم اللي بيقولوها قساوستهم لكن هي حجة واهية اللي بيقولوها القساوسة دي. طيب لأنه الآن أنا لو جبت مثلا قلت دي النسخة الأصلية ودي النسخة المزيفة نعم برضو حيقول لك دليلك شنو على إنه دي الأصلية. يبقى دي ما الحجة هي القوية. الحجة القوية إنه أنا أسأل النصراني نفسه القسيس أو الراهب عندهم أقول له بتؤمن بياتو من دي وليك مثلا بؤمن بيدي كمثال يعني ودي الأصلية عندنا عندهم هم نعم. أنا أثبت لي من اللي بيؤمن بيها هو ويعتقد إنها أصلية وما حرفت أثبت لي من جواها إنها باطلة. طيب ما ممكن يؤمن بهم كلهم مع بعض مختلفات لأنه عندك الكاثوليك ودي نقطة مهمة إنجيله فيه 73 سفر ودي الكنيسة الرومانية ودي هنا البروتستانت ده إنجيله أيوة. فيه 66 سفر يعني 73 ناقص 66 في 7 أسفار هنا ما فيش محذوفة في ده ما موجودة زايد عليه الأول أيوة 7 وإنجيل الكنيسة الحبشية فيه 81 سفر بينما ده فيه 66 صفر يعني ده الكم 15 مش كده 81 ناقص 66 15 تقريبا صفر ما فيش اما داك زايد على كلام الله واما ده ناقص من كلام الله. طيب طيب ما ممكن يعني واحد يقول انه الزياده دي زياده ما بتضر يعني اضافه قد تكون حواشي قد تكون اشياء من اضافوهم لكن ما بتضر في اصل الكتاب لا الا اذا كان في تناقض تعارض لا لا هي زياده بتاعت اسفار الصفر اسفار كامله الصفر ده بس عشان نقرب للمسلمين المعنى تخيلوا كالجزء كامل عندنا يعني جزء عامه من القران جزء تبارك جزء قد سمع جزء الاحقاف جزء كامل تخيل زي جزء عامه 15 يكون ما في كله ما في او 7 كما بين ده بين البروتستانت والكاثوليك 7 اسفار 7 يعني 7 أجزاء هنا ما في وهناك زايدة هنا ما في أصلا مش متعارضة هنا ما في أصلا وهناك زايدة ديل البروتستانت اللي هم إنجيله ما قال له إنجيل اللي هو 66 صفر بيقولوا يا أخي السبع أسفار دي ديك أسفار بيسموها غير قانونية يعني محرفة يعني وما شرعية قالوا دي ما حقتها وحقتهم دي اللي أثبت إنها قانونية شنو بس هو ده الكلام هو ده الكلام إذا كانت ديك ما قانونية دي ذاتها القانون جابته من وين أصلا نعم هو ده الكلام. طيب يا شيخ مزمل إحنا الآن دايرين نشوف أنا ممكن يعني كإنسان بسيط بتفكير بسيط إذا أنا لقيت في اختلاف بين الكتابين أنا يا أقتنع إنه واحد منهن ما هو كلام ربنا أو الاثنين ما كلام ربنا فدارين نشوف يعني التناقضات الموجودة دي أو الاختلافات الموجودة أقل لنا من نص الكتب دي من نفس الموضع هنا ومن نفس الموضع هنا أيوة أول نقطة نحن نكرر لهم تاني إنه كيف الأناجيل دي مختلفة في عدد الأسفار اختلافة في عدد الأسفار ده 81 صفر ده 73 صفر وده 66 صفر ده دليل على التحريف واضح جدا لا يقبل نعم. النزاع ولا الشك مفروض هم يؤمنوا انه كتبهم دي ما حقت ربنا دي النقطه المهمه جدا نركز على النقطه الثانيه الانجيل الذي انزل على عيسى هو انجيل واحد نعم معروف واحد على عيسى وهو انجيل لعيسى زي التوراه انزلت لموسى زي القران انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والزبور انزل على داود عليهم الصلاه والسلام نعم الصلاه والسلام المشكله ديل اول شيء انجيل عيسى هنا ما في صحيح نعم ما في انجيل يعني لوقا ده كاتبه هو نعم كاتبه هو ومرقس كاتبه هو ومتى كاتبه هو ويوحنا كاتبه هو دي 4 اناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا لاحظ انه ما في انجيل عيسى دي رقم واحد الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه انه دي 4 اناجيل والانجيل الذي انزله الله على عيسى باعتراف النصارى ذاته واحد
وباتفاق مع المسلمين، المسلمين بيتفقوا معهم في الكلام ده، انه هو واحد زي ما التوراة انزلت على موسى واحد والقرآن انزل على محمد واحد. فتخيل لو زول جا قال في أربعة قرآن والأربعة دي المختلفات، ده كان بيكون دليل على التحريف، ما في شك. فديل هنا عندهم أربعة أناجيل مع انهم يؤمنوا انه الانجيل واحد، مع انهم عندهم تبريرات وعندهم كده، لكن دي حجة قاطعة لمن أراد. النقطة الرابعة في المسألة دي، الأناجيل الأربعة دي ذات بيناتها في اختلاف هي نفسها. نأخذ نموذج للاختلاف بين الأناجيل الأربعة عشان ما يقولوا هي أربعة لكن كلها متفقة كلها، عشان ما يقولوا الكلام ده. عندك مثلا نسب يسوع في متى واحد واحد نقراه إن يسوع ده ابن منو ابن منو نسب، نعم، قال ميلاد يسوع المسيح، النسب يسوع المسيح في متى واحد واحد، قال كتابه ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. أيوة. اكتب الكلام ده ابن داود ابن إبراهيم، كان طيب. هنا المسيح ابن منو؟ ابن داود ابن إبراهيم، ابن داود ابن إبراهيم. أيوة. وساغ النسب طوالي لحد ما وصل الآية 16، قال ويعقوب ولد يوسف. دي برضو نقطة مهمة دا نعلق عليها، المتابع ينتبه لها. يعقوب ولد يوسف، ولد يوسف يعني يوسف ابن منه؟ يوسف ابن يعقوب، ابن يعقوب. ده كله في نسب المسيح. في إنجيل متى الإصحاح واحد الآية ده متى تماشي. أيوة. الإصحاح الأول الآية واحد لحد الآية ماشي لحد الآية 16-17. طيب نعم. قال هنا ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. مشى طوالي إنجيل لوقا بيذكر برضو نسب المسيح، وده نسبه هو ابن فلان ابن فلان، المفروض نسبه ما يتغير، ما يختلف، ما في بشر نسبه بيتغير. نعم. عندنا في لوقا إصحاح 3 الآية 23 بعنوان نفس العنوان نسب يسوع المسيح، نسب يسوع المسيح نفس العنوان. قال ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة. نعم. وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي، ابن يوسف ابن هالي. طيب هناك في متى عندنا المسيح ابن منو؟ ابن داود ابن إبراهيم. وهنا في إنجيل لوقا يسوع المسيح هو ابن يوسف ابن هالي، ما ابن داود ابن إبراهيم، ابن يوسف ابن هالي. ده تناقض واضح جدا في نسب أعظم شخصية عند النصارى وهو عيسى ابن مريم. نعم. اختلفوا إنه ابن منو ذاته، نسب مختلف بين إنجيلين، بين إنجيل متى وإنجيل لوقا. إذن الإنجيلين ديل ما صحيحة، ما حافظت حتى على نسب نسب الرسول شخصية عندهم عليه الصلاة والسلام. طيب. دي النقطة الأولى تدل على تحريف هذه الأناجيل الأربعة، وإنما من عند الله مختلفة، لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية النسب بتاع يسوع المسيح ده ذاته. نعم. يدل على انه يسوع المسيح ما الله. ايوه، ما هو ابن فلان، ان كان ابن يوسف ابن هالي او اذا كان ابن داود ابن ابراهيم ما ممكن يكون الله. أيوة. لانه عنده ابو وعنده جد والجد عنده ابو وجد الجد وابو صح. وجد صح، فهذا ما الله اول شيء. فالناس الناس عقائدهم عقائد غريبه. كذلك النقطه الثانيه برضو تدل على تحريف وتغير هذه الاناجيل واختلافها. انا اديكم الان انجيل واحد وذاته، مش مقارنه بين انجيل والانجيل الثاني، إنجيل لوقا بس كمثال. من نسخة للكتاب المقدس لنسخة تانية للكتاب المقدس نفس الآية ونفس الإصحاح ونفس الإنجيل ونفس الصفحة فيها اختلاف، تحريف واضح. وده من أعظم المواضع، بل أعظم المواضع. صحيح. المفروض تخلي النصارى دي يسلموا ويؤمنوا زي ما قال القرآن إن كتبهم دي محرفة. نجي لإنجيل لوقا الإصحاح 10 الآية 1. إصحاح 10 الآية 1. أيوه. الإصحاح 10 الآية 1. ده إنجيل يا إخواننا طائفة البروتستانت. بروتستانت. وده إنجيل طائفة البروتستانت. يعني حتى ما طائفتين مختلفات. كله بروتستانت. بروتستانت. طيب. إنجيل لوقا قلنا الإصحاح 10 الآية 1. وأنا داير الشيخ
الدكتور يمسك يقرا. طيب اقرا الاصحاح 10 الايه 1 من انجيل لوقا، وانا حتابع هنا يا اخواننا انجيل لوقا الاصحاح برضو 10 ذاته نفس الايه، الايه 1 وانت ماشي نفسه طيب. نفس الموضع ده بس طيب. من النسخه دي قال وبعد ذلك، وبعد ذلك هنا عين الرب، نعم اختار الرب أيوة 70 آخرين أيضا. 70 آخرين عندك؟ أيوة 70 آخرين هنا عندي 72 آخرين، هناك عندك 70 أيوة، هنا 72 72 نفس الإنجيل ونفس الطائفة ونفس الآية ونفس الآية إنجيل لوقا يا أخوان 10:1 الإصحاح 10 الآية 1 الإصحاح 10 الآية 1 إنجيل لوقا إنجيل لوقا ضحك طائفة البروتستانت ضحك طائفة البروتستانت 70 هنا 72 هنا 72 مشى قدام عشان ما يقول يا اخي خطا مطبعي عارف كلام الله ذاته الايه 17 ايوه نمشي قدام الموضع اللي علمناه قبل الايه 17 ايوه الايه 17 نفسي برضه نفس الموضع ونفس الايه ونفس رقم الايه نعم اقرا هنا قال فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب وهنا قال ورجع الاثنان والسبعون وهنا السبعين وهنا السبعين هنا سبعين ودي في الايه برضه 17 ودي في الايه 17 من انجيل لوقا ولا صح عشرة يبقى يا جماعه والله ما بيحتاج كلام كثير لكن النزل فيهم كثير ما دايرين الحق جدا ولا دايرين رضا ربنا اصلا الكلام ده واضح جدا 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 يدل على التحريف زي ما ربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ده كتبوا بيدينهم ده ما حق الله ولا ده حق الله ثم يقولون هذا من عند الله ليه ليشتروا به ثمنا قليلا باعوا نسخة واحدة من الإنجيل المحرف غيروا فيها حاجات الكنيسة باعتها كسبت فيها 15 مليون دولار وده مصداق لقوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا الله وعدهم توعدهم قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون في نقطة نسيناها قبل هنا في الموضع القبيل في نسب يسوع المسيح نرجع عليها قال في متى نعم قلنا قبيل في متى في متى الإصحاح واحد في متى الإصحاح واحد واحد ولوقا الإصحاح ثلاثة طيب في متى الإصحاح واحد الآية 16 قال ويعقوب ولد يوسف أيوة معناته يوسف ابن منو يا جماعة يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب يلا نمشي في لوقا في نفس النسب بتاع المسيح هتلقى انه وهنا ده الموافق للنسب اللي عندنا موافق للنسب اللي عندنا ايوه ده الموافق للنسب اللي عندنا في الجزئيه دي يوسف أيوة. ولد يوسف عليه السلام وابن يعقوب يلا شوف في انجيل لوقا 23 قال وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن يوسف ابن شنو؟ ابن هالي يعني يوسف ما يعني يوسف يعقوب. ابوه هو هالي هالي ما يعقوب وهنا يوسف في متى ابوه منو؟ ابوه يعقوب وده الموافق للقران وده الصحيح هنا يوسف ابن هالي وهناك يوسف ابنه؟ ابن يعقوب ابن يعقوب ولدنا في نسب يسوع المسيح ولدنا في نسب يسوع فده تحريف واضح ما فيه ما داير له كلام كثير صح صحيح طيب ايضا من المواضع الواضحه وانا دائما بركز على المواضع الواضحه والا التحريف فيه الاف الادله على التحريف الاف وليس المئات لكن انا بجيب اهم الاشياء واوضحها للمستمع وللمشاهد لانه ما كل الناس من المستمعين والمشاهدين متخصصين في المجال. الجماعه اللي قالوا انه ربنا سبحانه وتعالى بيندم والعياذ بالله وفي موضع ثاني في نفس الكتاب قالوا الله ما بيندم ده تناقض يدل على انه الكلام ده ما حق الله لانه ما ممكن الله يتناقض ينزل ليه كلام ويتناقض فيه عندنا في سفر العدد عندنا في سفر الخروج الاصحاح 32 سفر الخروج الاصحاح 32 طيب الاصحاح 32 الايه 14 قال فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه هنا أثبت لربنا إنه يندم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا في سفر العدد ده في سفر الخروج العدد 23 عندنا في العدد 23 قالوا والله ما بيندم
عدد 23-19. قال ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. يعني الله لا بيكذب لا شنو؟ أيوة. ولا بندم. ولا هو إنسان. أيوة ولا هو إنسان ولا ابن إنسان. وهو ما بندم. بينما في الخروج. في الخروج. قال الله ندم. 14 قال. قال الله ندم. ده دليل على التحريف أيضا واضح. لأنه ده تناقض في كلام ربنا المفترض. أيوة. ده كلام الله وده كلام الله. فهل بالزبط. الله بيتناقض؟ يقول أنا بندم. تاني يقول لا ما بندم. كذلك برضو من المواضع ومن أكبر الأدلة على التحريف في الإنجيل دي آية واحدة هجيب لك من نسختين من الإنجيل نفس الآية ونفس الإصحاح ونفس العدد ونفس الإنجيل بتاع طائفة واحدة بس البروتستانت دي برضو بروتستانت أي بروتستانت رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح 5 وانتبهوا وأنا داير النصارى ذاتهم انتبهوا على الكلام ده النصارى نفسهم الإصحاح الإصحاح 5 الآية 7-8 ده من أخطر بل أخطر الكلام لأنه دي عقيدة التثليث ذاته إنه الآلهة ثلاثة والثلاثة أيوة. هم واحد زي ما بيعملوا لعيبة الكورة النصارى لما يجيبوا الجول باسم الأب والابن والروح القدس إلها واحدا آمين بيعملوا رؤساهم وكبراهم وزراهم الآية بتاعت التثليث اللي اعتقدوا بها إنه الله ثلاثة أصلاً دي ما موجودة في النسخة الصحيحة أصلاً أنا الآن هجيب لك نسختين من نفس الطائفة البروتستان ونفس الآية ما آية تانية ولا مقارنة بين آيتين مختلفة نفس الآية إنه في نسخة في نفس الآية عقيدة التثليث ما في ونسخة نفس الآية دخلوا عقيدة التثليث نفس الآية والنسخة دي بالذات نادرة جدا حتى في الكنائس هم داسنا الحمد لله ربنا وفقنا عندنا اللي هي رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح 5 رسالة يوحنا الرسول الرسول الأولى الإصحاح 5 الآية من 7-8 طيب نقرأ أول حاجة الكلام الموجود كلام عجيب نعم 5-8 قال فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة أقرأ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة نعم الأب والكلمة والروح القدس نعم وهؤلاء الثلاثة هم واحد أيوة أقرأ والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة نعم الروح والماء والدم نعم والثلاثة هم في الواحد الكلام ده هنا ما في النسخة دي في نفس الآية ما في ما موجود أصلا ما موجود الما موجود شنو من أقرأ كلمة كلمة طيب والذين من أول الآية أيوة 7 أيوة طبعا الرقم بيجي قبل الآية عكسي عندنا في المصحف 7 أيوة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة هنا والذين يشهدون هم ثلاثة في السماء ما في كلمة في السماء بأدخلوهم عشان يدخلوا عقيدة التثليث أصل الآية والذين يشهدون هم ثلاثة مش في السماء هم ثلاثة ما في السماء الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد ما في الأب والابن والروح القدس وفي السماء دي ما في هم في الواحد أي في الجسد الواحد لا مش كده ولا في السماء ما في الروح الأب والابن والروح القدس أقرأ من هنا أيوة طيب فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة طيب الأب والكلمة والروح القدس دي ما في هنا ما في شوف اللي عندي هنا النص والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء في والدم السماء ما في وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة ده كله ما في من البداية من الروح والماء والدم دي الموجودة دي الموجودة يبقى الأدخلوه شنو الأدخلوه في السماء الأب والكلمة والروح القدس والكلمة والروح القدس والثلاثة هم شنو؟ وهؤلاء الثلاثة هم واحد يلا دي كلها هنا ما في كلها ما موجود ودي هي دي خلاصة ده أصل العقيدة بتاعتك ده أصل العقيدة تخيل يا جماعة أصل عقيدتك تكون مدرجة اللي هي عقيدة التثليث مدخلنا والربنا ناقش لهم في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ربنا كفرهم فيها يتخيل العقيدة دي كلها في النسخة دي ما في وفي النسخة دي في وفي النسخة المتأخرة من ديك دي طبعتها 1994-95 ودي 2001 بعد 6 سنة 2001 يعني بعد 6 سنة بس حرفوا كلام الله والناس دي في كل طبعة تقريبا بيحرفوا كلام الله سبحانه لكن الموضوع ده انا برجع له ده ارجع لها هسه ثاني ليه يا اخواننا؟ لانه ده اخطر موضع في الكتاب المقدس ايوه
لأنه دي العقيدة اللي بيعتقدوها. العقيدة اللي بيعتقدوها هم أساس دينهم الأب والكلمة والروح القدس. دي هنا ما في، لا توجد، لا توجد. أصل الكلام هنا والذين يشهدون، دي الآية 7 و8، والذين وده نفس طائفة البروتستان، ودي بروتستان. قال والذين يشهدون هم ثلاثة، في كلمة في السماء عندك هنا ما في، ما في. دخلوه هنا ليه؟ عشان يدخلوه بقى، عشان يدخلوا بقى الأب والكلمة والروح القدس. أي لأنه الثلاثة ديل الأب والكلمة والروح القدس، الثلاثة ديل في عقيدتهم هم في السماء. ديل أيوة في السماء. فعشان كده احتاج إنه يدخلوا كلمة في السماء هنا، ده أول حاجة. هنا ما في كلمة في السماء. النقطة الثانية، الأب والكلمة والروح القدس الموجودة عندك هنا يا دكتور، هنا ما في أصلا، لا وجود لها أبدا. النقطة الثالثة، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، هم واحد، هم عندك هنا، هنا ما في. أيوة إنما صح. وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد، دي قصد دي بالنسبة للدم والماء والروح، وليس الأب أيوة اللي هو الله، والابن اللي هو أيوة عيسى أيوة، والروح القدس اللي هو بيعتقد فيه أحد الأغاني. لأنه هم أصلا لما تسألهم بيقول لك يا أخي ده ما تثليث، دي واحد، دي واحد، دي واحد. حتى كلمة في الواحد النسبوها للأب والكلمة الروح القدس هنا ذاتها ما في، إنما هنا منسوبة للماء والدم. أي في هذه النسخة. أيوة صحيح. ده كلام يا إخواننا واضح، ده كلام واضح جدا، كلام واضح. يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله إلا كان النازل ما دايرين الجنة ولا دايرين الحق ولا دايرين الدين أصلا النازل. شكرا ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يلا نديكم قصة الكلام ده كيف ذات ودخلوه هنا وهنا ما في ذاته، كيف بالإنجيل ده بالطبعة دي القديمة دي، ده برضو بروتستان، بروتستان. لكن ده بيكشف الحقائق أكثر من الطبعات دي. قديم هو ده. أيوة ده القديم. يلا أفتح نفس الآية هنا في الأصفر، نفس الآية. نعم ده إنجيل يا جماعة، أدخلوا به التحريف في كلام ربنا الكتب المقدسة عندهم عن طريق إدخال الأقواس. أها الآيات الدارين يدخلوها في كلام الله في الطبعة دي، الإدراج الجديد، الإدراج الجديد، قام عملوا بين أقواس. قاموا أول حاجة هنا شرحوا لنا في المقدمة الكتاب المقدس عندهم في المقدمة، ورونا الأقواس دي يعني شنو. قال والهلالان، وعمل الغوسين، يعني الغوسين يقصدوا بهم شنو، يدلان على أن الكلمات التي بينهما بين الغوسين، أي كلام تلقى في الإنجيل ده في الطبعة دي بين غوسين، يدلان على أن الكلمات التي بينهما يعني بين الغوسين ليس لهما وجود في أقدم النسخ وأصحها، يعني قبل النسخة دي ما قديمة، الأقدم منها كمان الكلام الموجود بين الغوسين ده ما في ذاته في كلام الله. طيب ليه كتبته؟ من المقدمة دي يا شيخ مزمل أذن وافترض يخلي النصارى. أي نعم صحيح. ليه؟ لأنه أنا لو لما أجي أقرأ الكتاب وأعرف إنه في كلام يعني في النسخة دي، في النسخة الفاتت كان ما في، أنا افترض أسأل نفسي سؤال إنه ربنا أوحى بها لمنه؟ لا الجديد ده مش هم بيقولوا ده كلام ربنا؟ طيب ربنا أوحى بها لمنه؟ والمسيح عليه السلام رفع من قديم، يعني هم عندهم جواب على على الكلام ده يا دكتور. قالوا ليه طيب أنتوا دخلتوا في الأغواس وده ما وحي من حق الله؟ قالوا صح ما وحي، اي كلام بين اغواس في النسخه دي قالوا ده ما وحي من الله، قالوا ده ادخلناه للتفسير. زي ما انتم مسلمين عندكم تفسير، نحن ادخلناه للتفسير. طيب قمنا قلنا لهم شنو ادخلتوا للتفسير هنا بالاغواس بقى في النسخ دي كلها، شلتوا الاغواس، شلتوا الاغواس وبقى من ضمن الكلام، بقى كلام الله، بل مش كلام الله بس، بقى ده اصل العقيده حقتكم. اي نعم، بقى ده تحريف، وفي مواضع كثيره بقى ده تحريف، وفي اصل العقيده حقتهم التثليث نعم يتاكد الكلام، لكن ملان كل اي محل غوسين هنا الكتاب ده ما كله اغواس. ايوه اي سطر دخل فيه جمله او كلمه او جمل او كلمات دخلوها هنا ده بين اغواس، في هذه النسخ كلها شالوا الاغواس وخلوا الكلام اللي هنا كان تفسير بقى في النسخ دي بقى كلام الله مثبت. أيوة. بقى كلام الله من عقيدة التثليث اللي انت تفضلت بها. ايوه يلا نشوف القصه بتاعت عقيدة التثليث والايه. نعم. الايات اللي حذفت هنا في النسخه دي بتاعت التثليث والاثبتت في النسخه الجديده اللي عند دكتور ابو بكر هنا ده. قصتها شنو؟ دخلوها بالاغواس. شوف دخلوها كيف، عشان كده انا جبير ركزت لك على كلمة في السماء وعلى جملة الأب والروح والابن والروح والكلمة والروح القدس. نفتح نفس الرسالة
طيب. يوحنا رسالة يوحنا الرسول يوحنا الرسول الأولى الإصحاح 5 الإصحاح 5 الآية 7 إلى 8 الآية 7 إلى 8 دي. طيب دي رسالة يوحنا الرسول الأولى نفس الرسالة اللي عندك الإصحاح 5 نفس الإصحاح اللي عندك الآية 7 نعم إلى 8 نفس الآية 7 إلى 8 اللي عندك لاحظوا هنا يا أخواننا قال فإن الذين يشهدون كانت الكلام هنا فإن الذين يشهدون هنا في السماء ايوه في السماء يلا عين في السماء هنا دخلوها بين قوسين دخلوها بالغوص اي نعم ليه؟ بين قوسين لأنه في السماء هنا كانت ما هنا ما في قام هنا جات في قوسين هنا اتشالت الأغواص يلا لاحظ هنا في أيوة. السماء بين شنو؟ واضحة بين قوسين ليه؟ لأنه هنا ما في في هذه النسخة ايوه وعندك هنا مثبتة هنا مثبتة طيب ليه؟ لأنه دخلوها بالقوسين هنا وشالوا الغوصين بقت كلام الله هنا أيوة. وقبل ما يدخلوها بالغوصين هنا كانت في السماء ما هنا كانت وما زالت ما في النسخة دي طيب قال في السماء هم ثلاثة عندكم ثلاثة أيوة دي موجودة ثلاثة. لأنه ما فيها غوص أيوة طيب الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم أو الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة لحد هنا الغوص قفل لأنه دي كلها جوا الغوص دي هنا ما في وعندك هنا مزبط الأب من الأب من الأب من الأب من الأب, الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة عشان يلفقوا بها البقى الروح والماء والدم أيوة 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 شفت الكلام ده كيف؟ أيوة الناس عجيبين جدا عجيبين صحيح من ده هنا أضافوا هنا بين قوسين شالوا الأقواس هنا وبقيت هنا كلام الله بقيت هنا وهنا قالوا دخلناها للتفسير وهنا بقيت كلام الله كانت ما في وما زالت ما في كل التسليس هنا ما في النسخة دي ما في تسليس ما في تسليس ودي بروتستانت ودي بروتستانت ودي بروتستانت دي الكنيسة الإنجيلية ودي الكنيسة الإنجيلية ودي الكنيسة الإنجيلية إخوانا والله الكلام ده لا أوضح من كده ما في أوضح من كده ما في أوضح إثبات التحريف طيب كذلك من الأدلة على التحريف في وصف لربنا في الكتب دي لا يليق بالإله سبحانه وتعالى الخالق القاهر فوق عباده ما يليق به مثلا ونضرب مثال واحد قال الله يتعب ويستريح عياذ بالله كما في سفر التكوين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب شوف سفر التكوين وسفر التكوين ده بالمناسبة ده من الأسفار الموسوية الخمسة اللي بتجمع كلمة تخلعت الأسفار الموسوية الخمسة دي هي التوراة في ظن النصارى وظن اليهود لأن النصارى طبعوا الكتاب وسموه المقدس برا دخلوا فيه الأناجيل الأربعة ودخلوا فيه الأسفار الموسوية الخمسة ودخلوا فيه المزامير وباقي الرسائل قالوا ده فيه التوراة والإنجيل والزبور وباقي الرسائل أيوه. وباقي الكتب اللي فيه فالتكوين اللي حفتحه الآن ده هو التوراة جزء من التوراة عند اليهود هو ذاته ويؤمنوا به النصارى فده الآن بيثبت لنا تحريف كتاب الإنجيل حق المقدس اللي بيؤمنوا به النصارى ويثبت لنا التحريف لكتاب التوراة الذي عند اليهود في سفر التكوين نعم سفر التكوين الإصحاح 2 الآية 1 ل 3 الإصحاح 2 الآية 1 ل 3 طيب قال فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل بعد ما خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع الله استراح لأنه تعب وتعب خلق السماوات والأرض فاحتاج أنه يستريح قال فاستراح كده مكتوب الله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح يعني الله استراح لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا والعقيدة الصحيحة إنه الله ما بيتعب ربنا قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يعني ما تعب وما أصاب الإعياء والتعب والنصب ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وغير من الآيات ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ليه ربنا ذاته خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ العلماء قالوا ليعلمنا التدرج في الأمور، مش لأنه غالبة أو متعبة وشي كده استغرقت معه ست يوم، دل ما فاهمين كده. يعلمنا بناء الأمور شيئا فشيئا. نعم. طيب، كذلك من الأشياء تثبت أنه ده ما كلام ربنا، زي ما ربنا زي ما نسبوا لله عز وجل صفات لا تليق من التعب والندم وغيره، نسبوا كذلك للأنبياء صفات لا تليق، بل صفات لا تقال إلا للصالك والمجرمين والمتجاوزين لحدود الله. مثلا نضرب مثل واحد، لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط عندهم نبي برضه، يعني عشان ما بعد يقول إحنا ما بنعتقد إنه نبي عشان كده شتمناه، لا هم بيعتقدوا إنه نبي، عند اليهود نبي بيعتقدوا، لما عندهم يشتموه لكن أيوة نعم. عندك في سفر التكوين نفسه، سفر التكوين نفسه الإصحاح 19 الآية من 32 ل 38 يدعوا إنه لوط عليه السلام زنى بابنتيه، أعوذ بالله، بالتين ولدهم هو من صلبه، زنى بين الاثنين لحد ما حملا ولحد ما ولدا من أبوهما النبي لوط عليه الصلاة والسلام. الإصحاح 19 في سفر التكوين، سفر التكوين برضه، نعم الإصحاح 19 الآية 32 لحد الآية 38، لوط وابنته، ده العنوان. قال هلما، وطبعا العناوين دي وضعها العلماء بتاعينهم يعني، لكن الآيات هذه اللي قالها، هلما نسقي أبانا خمرا، عياذ بالله، يسقوا خمر كمان، والخمر في الكتاب المقدس حرام. لأنه قال في سفر تقريبا الخروج، قال ملعون من يشرب خمرا، ملعون من يشرب خمرا، ملعون، وعندهم من الكبائر، عندهم النبي ملعون. أي نعم. قال البت قالت لأختها هلمي نسقي أبانا خمرا ونضجع معه، عياذ بالله، قالت فنحيي من أبينا نسلا حد ما نحمل منه ونلد منه بالحرام، قال فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر الكبيرة واضجعت مع أبيها ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها لأنه سكروا وزن بها، وحدث في الغد أن البكرة قالت للصغيرة، بكرة رقدت وزن بها مبارحة، الكبيرة قالت للصغيرة ثاني يوم إني قد اضجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي للصغيرة اضجعي معه فنحي من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضجعت معه ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها، فحبلت حمله، زنبهم لحد ما حمله الاثنين، عياذ بالله، وده البنات والولد، وده نبي كريم لوط عليه الصلاة والسلام. قال فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، عشان ما في واحد يقول إحنا ما قاصدين النبي لوط أبوه، ده توكيد، قال من أبيهما، أيوة، فولدت البكر كمان ولدت ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم، والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ده القرآن يحترم الأنبياء ويديهم مكانتهم، أما الكتب التي حرفت وغيرت كالإنجيل والتوراة والزبور تسيء لله وتسيء لأنبياء الله وتسيء للرسل وتسيء لعيسى نفسه، جايبين عيسى هنا إنه إنسان أكول وشريب خمر، مع إنه ملعون في نفس الكتاب، ملعون ما يشرب خمرة. طيب الشيخ، الناس دي ما بيقروا الكلام ده؟ ده اللي بيمشوا الكنيسة دكتور وبيرقصوا ومع الترانيم والنوبة زي نوبة الصوفية، أصلا الصوفية جابوا النوبة من النصارى، من النصارى أيوه، ويدقوا النوبة والكشاكيش ويختلطوا، لأنه عندهم الكنيسة ده مجمع للاختلاط بين الرجال والنساء وللأشياء السيئة أصلا. والقساوسة إذا كان كتابنا المقدس مكتوب فيه كلام زي ده عن نبي الله لوط، فتتوقع شنو الكنيسة يعني؟ ما في حاجة غير الكفر، تتوقع أنه هيعملوا زي ده؟ نعم صحيح. نديك تاني يا دكتور وللإخوة المشاهدين، النازل حذفوا آيات من كلام الله
في نسخ قديمة وخدت محلها نقط هذا موجودة مطبوعة وفي النسخ اللي بعديها الأجد منها الأحدث شالوا النقط نقط ولصقوا الكلام البجاي مع الكلام البجاي وبقت الآيات الحذفوها قبيل ما فيش. سفر الأمثال الإصحاح 24 الآية 24 الإصحاح 24 الآية 24 هذه بقت ملعبة دي أي ملعبة واضح يعني التحريف عندهم ما بيحتاج له كثير كلام. ده الأمثال إصحاح 24 آية 24 في هذه الطبعة الأمثال طيب. في الكتاب المقدس شوف قال الآية 24 هذا أيضا للحكماء نقط نعم. محاباة الوجوه في الحكم نعم. ليست صالحة نعم نقط صح؟ أيوة الإصحاح كم؟ الإصحاح 24 أيوة طيب يلا شوف هنا الإصحاح 24 في نفس الموضع بتاع الآية ومن نفس الطائفة الإنجيلية البروتستانت لكن دي الطبعة الجديدة الحديثة ولاحظ طبعات الثلاثة نسخ دي هي دار نشر واحدة كلها افتحها من الغلاف الأول دار الشرق الأوسط هنا للطباعة والنشر دار الشرق الأوسط للطباعة والنشر دار الشرق الأوسط والنشر كلها مطبعة واحدة يعني حتى نفس المطبعة من نفس الطائفة بروتستانت نفس يعني المطبعة ذاتها يعني إذا لو كتاب بتاعنا ما بقبل كلام حاجة غريبة كيف لو ده لو كتاب حقنا ما بقبل كلام زي ده ولو كان دي مطبعة ودي مطبعة تانية لو كانت دي مطبعة مختلفة طيب شوف هنا شالوا النقط نقط في النسخة دي المثبتة عندك نقط أيوة شالوا كلام الله وعملوا نقط هنا شالوا النقط نقط ولصوا كلام الله قال هذه أيضا للحكماء نقطتين فوق بعض محاباة الوجوه في الحكم إلى آخر واضح جدا الكلام ده ما داير له كلام كثير طيب آخر نقطة أنا أختم بها ونحن قلنا الكلام كثير لكن بنركز على أوضح وأقوى النقاط في كل فرقة وفي كل طائفة من الطوائف أقوى النقاط اللي تدل على ضلال هذه الطائفة وهذه الفرقة عندنا أسفار في الكتاب المقدس عندهم وبيسموه المقدس لاحظ أسفار هنا فيها كلام سيء وفاحش لا أسوأ من يعني معي يقولك أسوأ من القرينة قبل شوية ده وكله سيء طيب عندك بالله. سفر حزقيال الإصحاح 23 سفر حزقيال الإصحاح 23 هو كلام قلنا ثلاثة ده لزوم وشنو في الدين يعني ده ما بوريك إنه ده ما الله قال وإنه الكتب دي كلها ما حقت ربنا سبحانه وتعالى أختاني زانيتان ده الموضوع بصح كامل مش يعني لا يمكن يكون مزمومات يعني بكده جايد على وجه الزم أو كده أيوة إذا جايد على وجه الزم يا دكتور وتخيل إنه ده كلام الله بيجيب الكلام شنو بصورة ما تخدش الحياة ما بتكون بألفاظ أيوة بتكون زي ما جاء في القرآن أيوة كلام عام ولا تقربوا الزنا أو لامستم النساء يعني بعبارات كده النساء يعني عبارات بكني عام. القرآن بكني عن الألفاظ المستقبحة أما هنا ده في القرآن أما هنا لأنه ده ما حق ربنا القرآن ما كلام ده ما حق ربنا الناس ديل بيصفوا الزنا بتاع البتين الأختين ديل بأدق التفاصيل أنا ما بقدر أقرأ أنا ضده ما حقرأه دي الروايات بتاعت اللي هنا بس أدق التفاصيل أدق 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 التفاصيل وحصل شنو والبزات بعد في الزينة حصل لها شنو أثناء الزينة وبعد الزينة والتانية برنامج ووصف المني حق الناس اللي زنوا بهم الفرسان الخيل وده أنا أتحدى أي قسيس من باب الفاتيكان العامل فيها رجل السلام والأمن وغيره ده وهو ما عرف إنه الإنجيل ده ما حق الله عشان كده هو بيدعو إلى الحرب والقتل والإرهاب قال أنا الرب إله الحرب أنا الرب اسمه كما في أحد الأسفار الموسوية هنا في بداية الكتاب المقدس وقال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا وجئت لأفرق الإبن ضد أبيه والكنة ضد حماتها ده كله موجود هنا هو عامل فيها إله السلام باب الفاتيكان فأنا أقول له هو وغيره تحداهم كلهم القساوسة إنه يجي يقروا سفر حزقيال ده بس يقروا قراية بس للنصارى حقينهم ولأتباعهم من النصارى ويقدر وبالفم الملان يقول لهم ده كلام الله قالوا يقول لهم ده كلام الله آخر حاجة اسمه نشيد الأنشاد برضو فيه من أفحش الكلام وبرضو أنا ما حقراه بالذات الإصحاح
من الإصحاح واحد وركز على الإصحاح أربعة والإصحاح خمسة والإصحاح ستة والإصحاح سبعة وثمانية وما بعدها كلها كلام قبيح زي ده. أقبح الكلام وأفحش الكلام. حتى في نسخة الكاثوليك لما جل سفر النشيد الأنشاد في المقدمة قال وهذا السفر لا يقرأه الكثير من المؤمنين. ليه؟ لأنهم بيخجلوا منه. قال لأنهم لا يناسبهم كثيرا المؤمنين. لاحظ كيف تنسبوا لرب العالمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن في غير ما آية إنه ده ما كلام ربنا ولا يمكن إن يكون ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالعياذ بالله عياذ بالله. والله نحن نتمنى يا شيخ مزمل لو في إنسان تايه أو ضال أو ما عارف الحقائق دي وهو صادق في نفسه ودائر الحقيقة تصلوا الحلقة دي وغيرها من الحلقات عشان يقف على الحقيقة وعشان ينتهي من الضلال اللي هو فيه ده ويعود لرشده ويرجع إلى الإسلام الدين اللي يحترم عقل البني آدم وجانب دين مستقيم ما فيه تناقض. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب مفصل مبين ما فيه تناقض ما فيه خلل ما فيه كلام قبيح ما فيه شيء يستحي منه الإنسان. ومن أول ربنا تحدى فيه البشرية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فنأمل من ربنا سبحانه وتعالى أي إنسان داير الهداية قلبه صادق ربنا يوفقه يسمع الحلقات دي أو غيره ويستفيد ويسترشد. شاكر لك يا شيخ مزمل. الله يجزيك. وللإخوة المتابعين ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى.